بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 77. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. ضيف هذه الليلة فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيك. في صدر هذه الحلقة سؤال من أبي أسامة يقول: سألني رجل فقال: استمنيت في منى وأنا محرم بالحج، وأنا نادم وتائب، لكني أسأل ما علي في ذلك؟ هل حجي صحيح أم هل أحج مرة أخرى أم ماذا علي؟ حيث لا جواب عندي رغبت أن أرفعه إلى برنامجكم، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن الله سبحانه وتعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومعنى فرض فيهن الحج يعني أحرم بالحج. فالمحرم يتجنب الجماع ودواعيه، الرفث هو الجماع ودواعيه، فيتجنب هذه الأمور وإثارة الشهوة. فأنت في استعمالك للاستمناء باليد فعلت محرمين: محرم الأول الاستمناء باليد، وحرام في الإحرام وفي غيره. محرم الثاني أنك فعلت هذا وأنت محرم، والمحرم مأمور أن يتجنب هذه الأشياء وأن يقبل على عبادته ويكمل مناسكه، فما فعلته معصية يجب عليك التوبة والاستغفار ولا تعود لمثله، ولكن إحرامك صحيح وحجك صحيح إن شاء الله مع التوبة والندم على ما حصل. نعم. ولا يلزم لذلك شيء؟ لا يلزم بذلك فدية، لأن هذا ليس بجماع ولا مباشرة. الحمد لله. نعم. سائل رمز إلى اسمه بالحروف عين ميم يقول: متى نقول في جواب الأذان: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، حيث سمعت من يقول إنها تقال بعد الشهادتين، ومن يقول إنها تقال بعد فراغ المؤذن، أفتونا مأجوري؟ الأمر فيه سعة ولله الحمد، سواء قاله في أثناء الأذان أو قال ذلك بعد الأذان، لكن المتأكد هو أن يتابع المؤذن، يعني يقول مثل ما يقول المؤذن. فإذا فرغ المؤذن فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة تامة الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وإن زاد على ذلك قال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، فلا بأس بذلك، أو قال ذلك أثناء الأذان. نعم. السائلة عين ميم تقول: ذهبت مع السائق الأجنبي ومعي إخوتي وهم في سن التمييز من السادسة إلى الثانية عشرة، ذهبت لحاجة وهي أني مع أقاربي ويذهبون، وأخاف أن أجلس وحدي في المنزل فأذهب معهم مع السائق وأنا كارهة للأمر، فهل علي إثم في ذلك مع أني نادمة أشد الندم وعازمة أن لا أذهب معهم إن استطعت، لأني أحيانا لا أقدر بسبب الظروف، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ هذا الفعل غير جائز لأنه من الخلوة المحرمة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، أو إلا وثالثهما الشيطان. والخلوة لا تزول إلا بوجود رجل بالغ فأكثر من محارمها، يكون معها محرم بلغ سن الرشد، أو يكون معها نساء أخريات، فإذا كان معها من محارمها من الرجال أو معها من النساء من تزول به الخلوة فلا حرج، أما الصبيان إنهم لا تزول بهم الخلوة. نعم. السائل جيم لام من الرياض يقول: بعض الناس يستخف بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعلها مضحكة للناس، فمثلا يقول: فاظفر بذات الراتب، وأيضا كتب طالب إلى مدرسيه: يا أعزاء، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليوضح أسئلته، وليلح ذبيحته، نعوذ بالله من ذلك. فما الحكم في هذا الفعل؟ وكيف نرد على من يقول هذا القول من الناس، جزاكم الله خيرا؟ هذا القول فيه
امتهان للسنة والأحاديث وعدم احترام لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وإدخال شيء من النكت والمضحكات فيه، فهذا عمل لا يجوز. يجب احترام قول الرسول صلى الله عليه وسلم وصيانته من العبث والمضحكات. يجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل ولا يعود لمثل هذا. ويجب على المدرسين أن يعلموا طلابهم احترام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم العبث بها. نعم. هل من ذلك فضيلة الشيخ استعمال شيئا من القرآن في كلام الناس؟ كذلك، هذا أعظم كلام الرب جل وعلا، وإدخاله في النكت والممازحات والضحك أمر لا يجوز ومحرم، قد يفضي إلى الكفر إذا تعمد ذلك. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الأمر خطير في هذا، فيجب احترام كلام الله جل وعلا، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل شيء منهما أو يدخل معهما شيء من المزح واللعب والكلام الذي لا يليق. نعم. قد لا يكون في مزح شيخ، أحيانا يكتب بعضهم في معروض، في خطاب، في كلمة، ومزح وتنكيت، ولا يخلو من المزح والتنكيت. نعم. حسن الله إليكم. سائلة تقول: هل يجوز للمرأة لبس حذاء ذي كعب عال؟ لا يجوز هذا، وإنما تلبس الحذاء العادي، لأن الحذاء الكعب العالي خصوصا إذا خرجت به من البيت فإن هذا فيه تبرج أمام الرجال، وأيضا فيه خطورة عليها لو سقطت بسببه أو تعثرت، وفيه محاذير كثيرة. فيه أنه يخيل إلى الناس أن هذه المرأة طويلة وهي غير ذلك. نعم. المستمعة أم لما من الرياض تقول: ذهبت إلى مكة المكرمة لأداء العمرة وكنت لابسة نقابا وفوق النقاب غطاء، فهل فعلي هذا صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فماذا يجب علي، علما أنني لبست النقاب كي يساعدني على رؤية طريقي؟ أفتوني جزاكم الله كل خير. لا يجوز للمرأة إذا عقدت الإحرام أن تلبس النقاب، سواء كان فوقه شيء أو ليس فوقه شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة، يعني في الإحرام، لما سئل عما يلبسه المحرم وبين ما يلبسه الرجل وما لا يلبسه، قال: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. المحرمة ممنوعة من هذين اللباسين، النقاب على الوجه والقفازان على الكفين، فما فعلته هذه المرأة خطأ ولا يجوز لها ذلك. إن كانت جاهلة فليس عليها شيء، تعذر بالجهل، أما إن كانت عالمة أن هذا لا يجوز وتعمدت لبسه يكون عليها فدية، وتكون الفدية مخيرة بين ثلاثة أشياء: إما ذبح شاة في مكة توزيعها على الفقراء، تكون هذه الشاة مما يجزئ في الأضحية، وإما أن تصوم ثلاثة أيام، وإما أن تطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، كيلو نصف لكل واحد. فالإطعام والذبح لا بد أن يكون في مكة على فقراء مكة، أما الصيام فيجزئها في أي مكان، هي مخيرة بين هذه الأمور الثلاثة. نعم. الحمد لله. السائلة خولة من بريدة تقول: ما النظرة المحددة للمخطوبة من الخاطب، وما تفصيل ذلك في الشرع؟ النظر المرخص فيه من الخاطب للمخطوبة هو ما يدعوه إلى نكاحها ويرغبه فيها، وذلك يحصل بالنظر إلى الوجه والكفين، ينظر إلى وجهها وكفيها، وهذا النظر يكفي في قبول هذه المرأة وعدم قبولها، لأنه ما يدلان على حالتها من الجمال أو من الدمامة. نعم. هل هو مرخص فيه أو مرغب فيه؟ هو مرخص فيه من ناحية أنه استثنى من محظور، لأن الأصل تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، استثني نظر الخاطب إلى المخطوبة يكون رخصة من هذه الناحية، وهو أيضا مرغب فيه لأنه فيه مصلحة، وهو أن يعرف هذه المرأة ويتعرف عليها قبل العقد، هل تصلح له أو لا تصلح. هل ما يفعله الناس اليوم من إدخالها عليه في حضرة بعض محارمها كما أمر أن ينظر لها الرجل في غير علمها؟ كلا الأمرين جاهز. الحمد لله. نعم. إن سواء نظر إليها بإحضارها مع محرمها من غير خلوة بينه وبينها، أو أنه ترصد لها ونظر إليها من غير أن تعلم ذلك، كلا الأمرين جاهز. والأمر الثاني أحسن، وهو أن ينظر
إليها وهي لا تدري، لأنها إذا علمت يمكن أنها تتصنع تتزين بما ليس من حقيقتها، أما إذا نظر إليها وهي لا تعلم فإنه يراها على خلقتها وعلى أصلها. ربما يكون أيضا في كسر لخاطرها حينما تنظر إليها تعلم ثم لا تقبل. وكذلك نعم إذا أيضا هذا فيه جبر لخاطرها، لأنه إذا نظر إليها وهي لا تعلم ثم قرر رأيه القبول أو عدم القبول أو عدم يعني بالإقدام أو عدم الإقدام، كان هذا أستر لها وأبعد لها عن أن يكون في نفسها شيء من هذا الصنيع. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت عين راء من القصيم تقول: ما حكم اختلاط النساء مع الرجال في أماكن العمل وغيرها مثل الطبيبات والأطباء والجامعات وغيرها؟ هذا أمر محرم، اختلاط بين الرجال والنساء أمر محرم في أي مكان حتى في أماكن العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخروهن، يعني في الصلاة مع الرجال أخروهن من حيث أخرهن الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها شرها أولها، بينما خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لأصحابه، وكانت النساء يصلين معه منعزلات عن الرجال و متحجبات أيضا كأنما على رؤوسهن الغربان، لما أنزل الله آية الحجاب خرجنا وكأن على رؤوسهن الغربان، وهو السواد، سواد الخمر التي لبسناها واحتجبنا بها. فلا يجوز الاختلاط، فإذا كان هذا لا يجوز في موطن العبادة، في موطن العبادة فإنه لا يجوز في غيره من باب أولى، في المستشفيات أو في مقاعد الدراسة أو في الأسواق أو غير ذلك، لأن هذا وسيلة إلى الفساد، وسيلة إلى وقوع الفاحشة وتفشيها في المجتمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما عمل المرأة فليس من الضروري أنها تختلط بالرجال، تعمل في المجال الذي يليق بها، تعمل في محيط النساء وفي أعمال النساء وهي كثيرة، في الطب تطبب النساء، في التدريس تدرس النساء، في الحرف تعمل الحرف التي تليق بالنساء وهكذا. نعم. قول صلى الله عليه وسلم فيما ذكرتم: أخروهن من حيث أخرهن الله، هذا خاص بالعبادات أو في كل شأن؟ كل موقف يعني يوجد رجال ونساء؟ هذا وارد في الصلاة ويشمل أيضا غيره من باب أولى، في مصاعد الأمائر مثلا، في مواقف الانتظار مثلا، في مقاعد الانتظار دائما، يعني السنة أن تكون صفوف النساء في الآخر، يعمم هذا الحكم دائما. نعم، تنعزل السنة أن تنعزل النساء عن الرجال، وإذا ركبت في المصعد فإنها تنعزل عن الرجل الأجنبي، يعني تبتعد عنه. نعم. وأيضا لا تركب هي وإياه وحدهما، لا بد أن يكون في المصعد من تزول به الخلوة، وتبتعد عن الرجال، تكون في جانب من المصعد. نعم. أحسن الله إليكم. السائل عبد الله بن محمد يقول: ما حكم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكنه لا يفعل ذلك في شخصه، إما أن يكون غلب على ذلك أو نحو هذا من الأعذار؟ يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأمر الله جل وعلا بذلك: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويجب عليه تجنب ما ينهى عنه وفعل ما يأمر به ولا يخالف ذلك بقوله أو فعله. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، والمقت هو أشد البغض، الله يبغض هذا العمل أشد البغض. فيجب على الآمر والناهي والداعي إلى الله أن يمتثل ما يأمر به وما يدعو إليه قبل الناس حتى يكون قدوة حسنة. أما من خالف قوله فعله فهذا آثم ومتوعد بالوعيد الشديد. شعيب عليه الصلاة والسلام يقول: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. فيجب على من يدعو إلى الله ومن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون أول من يمتثل ذلك في نفسه. أما إذا أمر غيره بالمعروف ونهى غيره عن المنكر وهو لا ينتهي ولا يفعل المعروف فهذا معرض نفسه للوعيد، لكن مع هذا يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو كان يقع في بعض المخالفات فإن هذا لا يسقط عنه واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن بعض الناس فضلت الشيخ قد يرد عليه إشكال من مثل ما
ذكرتم من النصوص أن يأمر ولا يعتمد، أو قول أو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي يدور في أقتابه في النار فيراه أهل النار يقولون كنت تأمر ولا تنهى. نعم، هذا لا يدل على أنه يترك الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الرسول لم ينهى عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يعمل بما يقول، لم ينهى عن ذلك. نعم. والآية لم تنهى عن ذلك، ولكن هذا مما يوجب عليه أن يكون هو أول من يمتثل ما يأمر به وما ينهى عنه. أما إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفعل المخالفات فقد جمع بين سيئتين، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفعل المخالفات. أيضا لا يسلم أحد من النقص، لا يسلم أحد من المخالفات، فلو لم يأمر ولم ينهى إلا من كان كاملا تعطل هذا الجانب، جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن الواجب التوبة إلى الله وإصلاح القول والعمل، وأن الإنسان يأمر وينهى نفسه قبل الناس، هذا هو المطلوب. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. سائل يقول إني أجد في نفسي ثقلا عند القيام إلى صلاة الفجر مثلا ونحو ذلك من الطاعات، وأخشى أن يكون هذا من النفاق وضعف الإيمان في قلبي، فما نصيحتكم بمثل ذلك؟ إذا كان يتعمد هذا الشيء، يتعمد التكاسل عن الصلاة، فإن هذا من صفات المنافقين. قال الله تعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. أما إذا كان لم يتعمد هذا الشيء ولكنه قد يحصل له أحيانا من غير تعمد، فهذا لا يكون من صفات المنافقين، لكن عليه أن يبتعد عن هذا الشيء وأن ينشط لذكر الله عز وجل. قد يفضي به إلى ذلك مثلا الإمعان في السهر، حجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة. النوم إذا كان بسبب من النائم فإنه يأثم بذلك، ومن ذلك أنه يسهر، هذا مما يسبب تثاقله عن صلاة الفجر، فيكون فرط وهو في اليقظة، فيكون هو الذي تسبب في ذلك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، لأن هذا يكسل الإنسان عن صلاة الليل وعن القيام لصلاة الفجر. فينبغي للمسلم أن يحسب حسابه لصلاة الفجر لأن ينام مبكرا حتى يستيقظ مبكرا. أثابكم الله. سائل يقول ربما فاتتني بعض الأحيان صلاة الجماعة فأحب أن أصليها مع زوجتي لأدرك فضل الجماعة، وقد تجيبني إلى ذلك أحيانا وتمتنع أحيانا أخرى، فما توجيهكم لذلك؟ وهل لي أن أحملها عليه؟ قل إني أكره أن أحملها على ذلك لأني ما أحب أن أجبرها بشيء ليس عليها بواجب. أولا عليك بالمبادرة لصلاة الجماعة وعدم التخلف، لكن لو قدر في بعض الأحيان أنها تفوتك فإنك تصليها مع من فاتته الصلاة من الرجال، تذهب إلى المسجد لتحصل على أحد قد فاتته الصلاة وصلي معه، تحرص على هذا. أما صلاة امرأتك معك فإن هذا لا تحصل به الجماعة، إنما تحصل الجماعة باثنين من الرجال فأكثر. أما صلاة المرأة مع الرجل فهذا لا تحصل به الجماعة، ولكن يصح فعل ذلك ويكون هذا من باب المتابعة. متابعة ماذا؟ متابعة الإمام في الصلاة، لا من باب تحصيل الجماعة. والجماعة لا تكون إلا برجلين؟ برجلين فأكثر، نعم. وكذلك ينبغي التنبيه أنها إذا صلت مع امرأته أو نساء فإنها تكون خلفه، ولو كانت واحدة تكون خلفه ولا تصف إلى جنبه، وإن كانت من محارمه أو كانت زوجته، لأن موقف المرأة خلف الرجال. نعم. ولا تنعقد الجماعة بهن ولو كثرنا؟ لا تنعقد الجماعة بهن، نعم، لكن يصح صلاتهن مع الرجال ويكون لهن أجر المتابعة. نعم. أحسن الله إليكم. أم المرابط بن عبد العزيز تقول ما المدة المحددة لهجر المرأة في الفراش وأيضا هجرها بالكلام جزاكم الله خيرا؟ المدة غير محددة، إنما يرجع ذلك إلى ما يحصل به المقصود، يهجرها الهجر الذي يحصل به المقصود من ارتداعها. قال الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فجعل علاج النشوز بهذه الأمور، أولا الموعظة تخويف بالله عز وجل، فإن لم يجدي بها ذلك يهجرها في المضجع لأن لا ينام معها، أو إذا نام معها أن يجعلها خلفه أو نحو من ذلك يعرض عنها، فإذا لم يجد الهجر فإنه يضربها ضربا غير مبرح، والهجر يرجع فيه إلى ما يحصل به المقصود. نعم.
أثابكم الله. أبو معاذ عبد الرحمن الهدباء من الرياض يقول: قد أقول أحيانا لزوجتي يا أختي، وقد أسمع بعض الإخوان يقول لها يا أمي، يقوله لزوجته، فما حكم مثل ذلك النداء ووصف الزوجة بإحدى المحارم؟ يكره للرجل أن يصف زوجته بوصف إحدى محارمه فيقول يا أمي أو يا أختي أو خالتي أو نحو ذلك ممن يحرمن عليه، لأن هذا فيه مشابهة للظهار، فيه مشابهة للظهار وإن لم يقصده، ولو كان قصده الإكرام فإنه يتجنب هذا اللفظ. الأخ عبد الرحمن راء ميم يقول: ما حكم الذهاب لبلاد الغرب لتعلم اللغة الإنجليزية أو الفرنسية للحصول على وظيفة كبيرة تكسب راتبا كبيرا في بلادنا العربية جزاكم الله خيرا؟ الذهاب إلى الغرب لتعلم اللغة الأجنبية هذا ليس من الضروريات بل ولا من الحاجيات، لأن بالإمكان أن يتعلم اللغة في بلاد المسلمين، اللغات الأجنبية موجودة في بلاد المسلمين فيتعلم ذلك في بلاد المسلمين ولا يحتاج إلى السفر إلى بلاد الكفار، بل هذا الغرض متوفر في بلاد المسلمين، فيه من يعلم اللغات الأجنبية بدون سفر إلى بلاد الكفار. معنى هذا أن تلك حاجة، هو حاجة لا تجعل السفر لذلك البلد مباح. نعم، ما دامت موجودة في بلاد المسلمين. نعم، فهي لا تجعل السفر إلى بلاد الكفار مباحا. اي نعم، لا تجعله مباحا ما دام أنه يحصل عليها في بلاد المسلمين. وأيضا تعلم اللغة في بلاد الكفار ذكروا التحقق ذلك أنهم يخلطونهم مع عوائل كافرة، يقولون من أجل أن يتمكن من المخاطبة، فإذا اختلط مع عوائل كافرة فإن في ذلك شرورا كثيرة، من أعظمها الفتنة والعياذ بالله، الفتنة بالنساء والوقوع في الفواحش. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لفضيلته وشكرا لكم على حسن استماعكم، ونحن نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم على عنوان البرنامج الدائم: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. في الختام تقبلوا تحية من